الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم التهاب الجلد الدهني. سوبريك ديمتريتيتس. نشرح اليوم التهاب الجلد الدهني. أولا الوصف المرض هو عبارة عن التهاب الجلد الدهني تتميز بالحكة والقشرة الرأس، وقد يصيب التهاب الجلد الدهني الوجه والرقبة والصدر والأبط وحول أعضاء التناسلي، ويظهر قشور دهنية ويكون الجلد تحت هذا القشور ملتهبا خفيفا وأكثر سمكا من العادة. أما السبب غير معروفة، هل هو بكتيريا أم فطريات؟ ما يجب عمله؟ أي معالجته وما يجب عمله. أولا قلل من تناول المواد الدهنية. نعم. ثانيا أخذ مركبات فيتامين بي كومبلكس كهنالك أقراص وحبوب بي كومبلكس، وخاصة فيتامين ريبيو فلافين. ثالثا عند وجود القشرة الدهنية استخدم شامبو أو محلول لمعالجة قشور دهنية مع تدليك فروة الرأس. رابعا إذا وجدت القشور الزيتية السميكة فاغتسل الرأس بالماء والصابون بعد عملية الشامبو ولا تدلك فروة الرأس. خامسا إذا كان جسم المصاب يتم تدليك الجسم باستخدام مرهم كبريت 5% كل ليلة قبل النوم. سادسا إذا كان جسم مصاب يتم تدليك الجسم باستخدام بالغسول الأبيض. سابعا المشط الرأس وتعقيمها مرة واحدة في أسبوع. مشط الرأس أي أمشط الرأس وتعقيمها مرة واحدة في أسبوع. ثامنا لا تستعمل فرشة للرأس لأنه يصعب التعقيم ويساعد على عودة المرض. تاسعا استشارة الطبيب المختص، قد يستخدم أشعة سينية أو أشعة البنفسجية. كامران بابان 18/3/2022. وشكرا لكم.